خلوا برا قطعت ابو ناصر انت خليه يسولف يا اخوي ترى ما في عندنا واحد توفت زوجته يقول والله العظيم يعني كبير رجل تعدى السبعين يقول والله اني يتيم يقول ما شعرت باليتم فعلا الا بعد وفاة زوجتي انا يتيم ترى النساء لهم فضل والله انا ما انا اتكلم عن نفسي والله ما استغني عنها دقيقه والله دقيقه ما ترى المراه عندما يتوفى الرجل شوف الارامل حولك كم ما عاد تفكر صراحة في الرجل كثير تمشي عايش تمشي أمورها لكن يعني أتحدى وأجزم الرجل بعد وفاة زوجته ما يشعر بالألم والفرقة ويدخل البيت يشوف الضرائب تشتاق أنت له مناصر؟ ها؟ تشتاق له مناصر؟ جدا كثيرا أنا البارح كله ما نمت والله يا ويلي لا عشان أصبع يعوره ما نام عشان أصبع يعوره خله لا الحمد لله ألم حسي تبغون شيء هو عنده شيء تراهم نعمة سبحان الله والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله تزوج النساء وأوصى بذلك وكان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا فإنه معوان عندكم صحيح. لذلك سبحان الله ترى أنت بس خلي زوجتك تروح عند أهلها زيارة أسبوع 10 أيام شوف كيف البيت ينقلب رأسا على عقب والله حتى لو بناتك عندك أنت تنقلب على رأسك أبو ناصر هذا يعني من المواقف يا أخي قطعت الرجال خليك قطعت الخنايف أقول لك حطر كرت إيش فيك اليوم شوف لك كرت عليك يا أبو بالعكس والله هذا لا تقول بالعكس ترى بيزيد عليك هذا أبو حاتم جوف يعجبني أبو ناصر استرسال في الكلام هذا يعجبني ويقطعه واحد تزعله هو ومرته قال روح لهج ولا اشوفك الا بعد سنه اوف هالمهم يوم هذا دق على تغير رايه هي دق على خاله قال يا ولد انا زعلت فلانه ومدري شلون لكن خلها نوره خلى اسبوع خلى 6 شهور ما يمدي هذا هو يحكي بعد الضغط خلى 6 شهور انا قطع بروحك ريح شوي يا ولد والله يدق على خاله والله اني كلمت خاله 3 شهور خاله تروح 3 شهور بعد العصر هذا مدعك بلا شيء قال اقول خلها اسبوع هل تنازلت وين راحت السنه قال يا رجل ما اقدر ولو خلاها بعد 12 في الليل اتصل قال الليله اجيبها الله لا يخلينا والله الله يفكنا من ابو حاتم المقاطعه اليوم تفضل ابو ناصر بالعكس المقاطعات هذه تثري يعني مبسوط انت على المقاطعه؟ اي حلو كذا قاطع ابو حاتم قاطع تثري المواضيع وتفتح افاق كثيره في الموضوع النقاش تخرب الاسترسال حقك وتقطع الاسترسال تقطع تقطع الارسال أجل أبا أقطع الإشارة عليكم يا سلم مصارح أبو الرسال قطع الإشارة في ساهر يا مصارح